ماذا بعد في صلاة غد الجمعة؟ لا أحد يعلم، هل ستنتهي التظاهرات أم ستبقى؟ هل سيضمن التيار الصدري يعني احتواء الأزمة وتغيير المواقف لصالحه أم ماذا؟ كيف شاهدت الخطاب؟ ونود الحصول منك على استقراء سريع للمشهد، تفضل. بدأ تحية لكل المشاهدات والمشاهدين وإلى أستاذ محمود ضيفكم ولكم جميعا. أعتقد خطاب السيد الصدر يوم أمس قد رسم منهجا أو مسارا جديدا للعملية السياسية. كان الكثير من المتابعين يعتقدون بأن السيد الصدر أو التيار الصدري سيعود إلى البرلمان بتبويب طبعا قانوني، وهناك كثير من التوافقات السياسية يستطيع أن يعاد التيار الصدري إلى البرلمان. ولو أنا ليس مع إعادة التيار إلى البرلمان، لأن كلما يبتعد عن القرار السياسي خصوصا السلطة التشريعية كلما يرتفع منسوبه، وهذا ما لاحظناه وما شاهدناه بالأرقام منذ صلاة الجمعة في مدينة الصدر شارع الفلاح إلى دخول الخضراء يوم الأربعاء، ثم الانسحاب، ثم دخول الخضراء يوم الأربعاء، واستمر الحال إلى هذه اللحظة. أما يوم غد، أنا أعتقد ساحة الاحتفالات طبعا بالحسابات الرياضية تأخذ من 800 إلى 900 ألف فرد، يعني هذا حساب رياضي. بتصوري يوم غد سيتجاوز المليون إلى 1,300,000 و400 ألف مصلي، أي محب لآل الصدر وللسيد مقتدى الصدر، لأن صلاة يوم غد ستكون لم تكن صدرية قحية، وإنما ستكون شعبية مجتمعية بأطياف مختلفة ومتنوعة. وهذا يعني السيد الصدر قد نجح باستقطاب المواطنين وغير المحبين أو الغير المؤيدين للتيار الصدري. بالمناسبة حتى الذين تم طردهم من التيار الصدري كثير منهم عادوا عندما انسحب السيد الصدر من العملية السياسية. اعتقد الإطار انسحاب الصدر من العملية السياسية كأنما انسحب جسدا وروحا، هو بالحقيقة انسحب فقط الجسد، أما الروح لا، موجود في العملية السياسية. وهناك فرق، يعرف أستاذ محمود متابع جيد وحضرتكم، أكو فرق بين العملية السياسية وبين الحياة السياسية. السيد الصدر لم ينسحب من الحياة السياسية، وإنما فقط من العمل السياسي داخل السلطة التشريعية. بالتالي الإطار التنسيقي مع الأسف لم يتعامل أولا بحسن نية وبنوايا لهذا السيد نجم. لهذا السيد نجم، هناك رؤية تطرح اليوم، يعني وجهة نظر تطرح بأن باعتبار أن عقدة التيار الصدري مع الإطار تكمن بالسيد المالكي، وبالتالي الذي سيحصل هو إعادة هيكلة الإطار التنسيقي وإعادة ترتيب خارطة الإطار التنسيقي بخارطة جديدة تضم التيار الصدري، ويعود الإطار تحت مسمى جديد ربما، ولكن أيضا بتحالفاته وبتوافقيته تحت مسمى حكومة أغلبية، ولكن هي توافقية بالحقيقة. نعم، لا أنا أستبعد ذلك، أستبعد استمرار البرلمان الحالي، وكلنا يعلم. أنا لا أتحدث عن البرلمان، أنا لا أتحدث عن البرلمان سيد نجم، أنا أتحدث عن الإطار والتيار. الإطار سيعاد رسم خارطته من جديد بنبذ المالكي ودخول التيار الصدري، وبالتالي إطار تنسيقي ولكن بخارطة جديدة وقد يكون بمسمى جديد. نعم، لا هذا صعب جدا. كيف صعب جدا؟ التيار الصدري إذا خارج السلطة التشريعية لا يستطيع أن يمرر أو يعدل أي قانون، بالتالي الإطار التنسيقي استفز التيار الصدري. كيف بعد الانسحاب وبعد التصارع والتدافع على رئاسة اللجان البرلمانية وعلى نائب رئيس البرلمان وعلى رئيس الوزراء، وتحدثوا كثير منهم ومن يتحدث عنهم بأنهم سيغيرون قانون الانتخابات والمفوضية وكثير من هذه القوانين التي جاء بها التيار الصدري بالتحالف مع كتل سنية كردية. الأمر الآخر، السيد الصدر لو أراد أن يشكل حكومة بدون المالكي كان استطاع بكل سهولة، يعطي لهم ما يعطي لهم. وبالمناسبة يعني التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر اتصل بالسيد نور المالكي، وكان يتوجب على السيد نور المالكي أن يأتي مع السيد الصدر، ويكون هناك رأسان في التحالف الشيعي دولة القانون والتيار الصدري،
وفي القوى السياسية السنية رأسان السيد الخنجر والسيد الحلبوسي، وأما في القوى السياسية الكردية السيد مسعود البرزاني مع شخصية كردية أخرى.